أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفق متطلبات الحاضر والمستقبل، بما يسهم في رفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة العمل على الدفع بمستويات الكفاءة والجودة في القطاع الصحي نحو آفاق أكثر تميزا بما يكفل استدامة الخدمات الصحية من خلال تعزيز أوجه الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يصب في تحقيق التطلعات المنشودة. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بافتتاح مبنى عيادات الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى العسكري لقوة دفاع البحرين، ورافقه سمو الرائد بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، واللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه بما تشهده قوة دفاع البحرين بكافة قطاعاتها من تطور مستمر منذ تأسيسها للقيام بواجبها من خلال صون مقدرات الوطن وحفظ سيادته واستقراره وأمان مواطنيه وحماية منجزاته ومسيرته الحضارية، منوها بدور الخدمات الطبية الملكية ضمن منظومة القطاع الصحي بالمملكة وما تقدمه من مستوى من الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء هذا الوطن على مر العقود، مشيدا في الوقت ذاته بجهود كافة القائمين على الخدمات الطبية الملكية ومنتسبيها من الكوادر الطبية والإدارية الذين يسهمون بعطائهم في رفض مسيرة التطور والتنمية في القطاع الصحي من أجل تعزيز جودة خدماته.
وقد تفضل صاحب السمو الملكي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذنا بافتتاح عيادات الخدمات الطبية الملكية، كما قدمت لسموه هدية تذكارية من قبل قائد الخدمات الطبية الملكية بهذه المناسبة. قام سموه بجولة تفقدية في المبنى واطلع من خلالها على بعض العيادات الاستشارية والوحدات المساندة والأقسام وما تحتوي عليه من تجهيزات وإمكانات حديثة وتقنيات متطورة في مجال التشخيص والعلاج الطبي المتقدم. كما التقى سموه بمجموعة من الأطباء الاستشاريين والكوادر الطبية والمشرفين التنفيذيين في قوة دفاع البحرين وعددا من المشاركين في تنفيذ المشروع. من جانبه أعرب اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية في كلمة ألقاها عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح هذا الصرح الطبي، والذي يأتي تزامنا مع الذكرى 55 لتأسيس قوة دفاع البحرين. كما قدم إيجازا عن إنجازات الخدمات الطبية الملكية خلال السنوات الماضية وحصولها على العديد من الاعتمادات الدولية المرموقة، مستعرضا المشروع الذي تم تشييده على أعلى المستويات والمعايير الدولية وبأحدث الأجهزة، وزود بأفضل الخبرات الطبية والإدارية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية، شاكرا جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز بروح الفريق الواحد. تطور متسارع وإنجاز جديد تلو الآخر تسطره قوة دفاع البحرين بطاقات وطنية خالصة وخبرات علمية وعملية أثبتت مكانتها المرموقة وقدراتها الصحية المتقدمة. وقد جاءت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء لافتتاح عيادات الخدمات الطبية الملكية تأكيدا على دورها المأمول في تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين. الحقيقة احنا سعداء اليوم بافتتاح هذا المبنى يعني الكبير الحقيقة يعني والمجهز تجهيز عالي بطريقة من يعني المناسب لمهماته، لان نص عمل المستشفى حقه في الاوت بيشنت، والاوت بيشنت طبعا يعني يحتاج كثير من المرضى، كثير من الاطباء، كثير من العيادات يكون موجود في مكان واحد. بنفس الوقت تحتاج تسهيلات مثل اكس راي ومختبر وفيزيوثيرابي واشياء كلها موجوده بتكون كلها في العيادات الخارجيه. وتحرص الخدمات الطبيه الملكيه على تطوير الخدمات المشتمله على الصحه الوقائيه والعلاجيه والتلطيفيه والتشخيصيه وفق احدث التقنيات وبالتكامل مع كافه القطاعات الصحيه في مملكه البحرين، واللي تشهد ايضا تطورات ملحوظه واللي مكنتها من تجاوز جائحه كوفيد 19 بتميز ورياده، مما يعكس صلابه ومتانه النظام الصحي في مملكه البحرين. الخدمات الطبيه الملكيه بنجاحاتها المتتاليه وضمن منظومه القطاع الصحي بالمملكه قدمت انموذجا فريدا لمستويات الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء هذا الوطن على مر العقود، مستندة إلى الجهود الوطنية المخلصة لمنتسبيها من الكوادر الطبية والإدارية الذين يسهمون بعطائهم في رفض مسيرة التطور والتنمية في القطاع الصحي من أجل تعزيز جودة خدماته. هذا الصرح الطبي الذي طال انتظاره، وهو أسس على يعني
أحدث الطرق المتقدمة في عالم الطب والصيدلة والأشعة. يتكون هذا المبنى من 5 أدوار، وأدوار فيها 14 تخصص طبي، ويوجد فيها 265 عيادة تخدم هذه التخصصات. افتتاح هذا الصرح الوطني الطبي المتميز جاء بالتزامن مع الذكرى 55 لتأسيس قوة دفاع البحرين، ليقدم مثالا يحتذى به في تشييد أحدث المستشفيات والخدمات العلاجية والطبية وفق أعلى المعايير الدولية وأحدث التقنيات الطبية والإدارية التي تسطر مرحلة جديدة يخلدها التاريخ من التقدم والتطور لقوة دفاع البحرين ومنتسبيها. عيادات الخدمات الطبية الملكية لبنة جديدة ونوعية تضاف إلى البناء الشامخ للقطاع الصحي والعسكري في مملكة البحرين، ترتقي بكفاءات الخدمات والكفاءات الوطنية العاملة في هذا القطاع وفق أعلى المعايير الصحية والتقنية المتطورة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.